أهلا بكم، ومباشرة إلى أخبار الولايات الاقتصادية، حيث نظمت الجمعية السودانية لحماية البيئة المنتدى الأول حول الرؤية البيئية لتطوير محمية جبل الداير بمحلية الرهد أبو دكنة بولاية شمال كردفان. وقد تناول المنتدى عددا من الأوراق، حيث استعرض الدكتور يوسف أودون مدير التخطيط التنموي بوزارة المالية بولاية شمال كردفان في ورقته علاقة السياحة بالمحمية في تحريك المنطقة ومساهمتها محليا وقوميا في الاقتصاد. وتطرق دكتور هارون الطيب هارون في الورقة الثانية إلى الرؤى والأفكار لتطوير المحمية. وفي الورقة الثالثة قدم ملازم أول محمود أحمد محمود مدير شرطة الحياة البرية بالمحلية شرحا تفصيليا عن القوانين البيئية لحماية محمية جبل الداير. كشفت حكومة ولاية سنار عن مبادرة اقتصادية لدفع المشاريع التنموية بالولاية. قال دكتور إبراهيم محمد سليمان وزير المالية بالولاية إن حكومته بدأت تنفيذ مبادرة التركيز التنموي كأحد البرامج التي تستهدف تركيز العملية التنموية في البنية التحتية بصورة كبيرة. وكشف إسحاق عن رصد الحكومة لمبلغ 196 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات على محليات الولاية السبع في قطاعات الكهرباء والمياه والطرق الداخلية والتعليم وإصلاح الدولة، فضلا عن تكملة مشروعات في الصحة. ولفت وزير مالية سنار إلى أن المبادرة وجدت تجاوبا كبيرا من جانب المواطنين خاصة في المياه والكهرباء، معلنا مساهمة المواطنين بقيمة 25% لكل مشروع يستهدف مد خطوط المياه أو الإمداد الكهربائي. ولمزيد من التوضيح حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور إبراهيم محمد سليمان وزير المالية بولاية سنار. السيد الوزير، أهلا ومرحبا بك معنا عبر الحدث الاقتصادي. وحكومتكم بدأت في تنفيذ مبادرة للتركيز التنموي، ما هي أبرز محاور تنفيذها؟ طيب، مرحبا أولا بكم الإخوة الكرام في ATM 24، وأشكركم على هذه الفرصة هذه الفرصة الكبيرة يعني. شكرا. للتعريف ببرنامجنا التركيزي للتنمية في ولاية سنار. في الحقيقة ولاية سنار من الولايات التي تظهر بموارد كبيرة جدا، إلا أن معظم هذه الموارد كامنة محتاجة إلى استثمار، والاستثمار يحتاج إلى بيئة جاذبة، والبيئة الجاذبة لا يتم إلا من خلال بنية تحتية قوية. لهذا السبب احنا أفردنا هذا البرنامج التركيزي لكي نركز في 4 قطاعات أساسية، هو في قطاع المياه، قطاع الكهرباء، وقطاع المياه، بالإضافة إلى الطرق والتعليم. فضلاً عن أيضاً يعني مركزين كبرنامج جانبي في مسألة إصلاح الدولة. ونعتقد أنه من خلال التركيز على هذه العناصر الأربعة التي ذكرتها نستطيع أن نخلق بنية تحتية قوية. وبالتالي نستطيع أن نجذب الاستثمار. سيد الوزير، يعني هنالك سؤال يتبادر إلى الأذهان حول الحديث عن تركيز تنموي، هل هذا يعني أن هنالك مشروعات لم يتم تنفيذها بصورة مطلوبة؟ لا، لم، ليس هو هذا المعني، هذا هو المعني، بل إنما هو مشروعات جديدة حقيقة. يعني إحنا مثلا في مجال الكهرباء يعني مستهدفين في من خلال هذا البرنامج يعني حنوصل أكثر من 200 كيلو للضغط العالي. 200 كيلو يعني دي مشروعات جديدة حقيقة. هل يمثل برنامج المياه السيد الوزير يعني أولوية في برنامجكم موضوع المياه؟ لا، المياه واحد من العناصر الأربعة اللي احنا الآن تكلمت عنها، يعني نقول أصلا عندنا الطرق ومياه وكهرباء وتعليم. يعني تحدثنا عن المياه خصوصا لأنه المواطنين يعني تحدثوا على أن هنالك سنوات مضت ومشكلة المياه لم تحل. طيب، المياه بالمناسبة هنا في المياه يعني منسقين تنسيق كامل جدا مع البرنامج القومي الذي يسمى زيرو عطش. وخلال هذا العام نحن يعني مستهدفين شبكات الداخلية لأكثر من 3 أو 4 مدن في ولاية سنار، بالإضافة إلى حكاية 14 حفير أو خزان، بالإضافة إلى 56 بئر حفر جديد. وأعتقد من خلال هذه الموارد المائية التي يعني سوف يتم إنجازه، نتوقع أنه مسألة الموية يعني يكون تلقائيا اتعالجت.
وحتى هذه اللحظة أنا أفتكر أنه أكثر من 60% من محلياتنا لا تعاني مشكلة العطش. مشكلة العطش يكاد يكون في محلتين أو ثلاثة، والمحلتين أو ثلاثة هنا الآن مركزين عليه تركيز كبير جدا في هذا البرنامج. ألو؟ نعم معك السيد الوزير. طيب الحديث أيضا السيد الوزير عن التنمية يجب أن يجد أو يجب أن يجد مرادفته من الاستثمار، برأيك هل يساهم التركيز في جذب استثماري للولاية؟ نعم نعم نعم، ما نحن هذه المشروعات هي مشروعات بنية تحتية في الواقع، يعني أنت المستثمر لا تستطيع أن تجذبه ما لم يكن هنالك كهرباء، لا تستطيع أن تجذبه ما لم يكن هنالك طريق معقد، لا تستطيع أن تجذبه ما لم يكن هنالك مياه متوسعة. فهذه البنيات اللي قصدناها نحن حقيقة قصدنا منه نعمل بنيات أساسية يهيئ لنا البيئة للاستثمار. نعم. فمثلاً ده كله مربوط يعني خدمة وفي نفس الوقت تهيئ البيئة للاستثمار. وإحنا أصلاً يعني من خلال هذه المشروعات تركيزنا الأساسي في الاستثمار، لأن الاستثمار هي التي تولد موارد جديدة، وهذه الموارد هي التي يعني ينقل بالمواطن من إلى مرحلة التنمية. نعم. نشكرك جزيل الشكر السيد وزير المالية بولاية سنار دكتور إبراهيم محمد سليمان، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا، كتر خيرك، بارك الله فيك.